هنبدأ أخبارنا مع نادي الزمالك، وساعات قليلة بتفصل الفريق عن ختام استعداداته لمباراة الغد أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية المقرر لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة. النهارده الكولومبي خوان كارلوس وسيريو المدير الفني هيضع خطة عبور للفريق أمام الاتحاد المنستيري. يمكن ركز وسيريو على علاج الأخطاء الدفاعية اللي تعرض لها الزمالك في الفترة الأخيرة وعاوز يتفاداها طبعا قدام الاتحاد المنستيري. كمان حذر كولومبي خوان كارلوس اوسوريو اللاعبين من التهاون امام مرمى المنافس وعدم التسرع بقى في انهاء الهجمات وطلبهم باستغلال الفرص وانصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر، مما لا شك انه ممكن يربك حسابات الفريق التونسي. حرص اوسوريو على اعاده مشاهده مباراه الزمالك الاخيره حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والايجابيات، ودي جديده انه يفرج اللعيبه على طريقه لعبهم واخطائهم وايجابياتهم وسلبياتهم في الفترات اللي فاتت عشان يعالج ده، وده بيأثر طبعا على تطوير بعض الجوانب اللي اللعيب احيانا ما بيبقاش واخد باله هو جوه الملعب بيغلط ازاي او ايه الاخطاء اللي التحركات اللي هو ما كانش ينفع يعملها خلال المباراه. كمان اوسوريو يتفرج على فيديوهات خاصه وده طبيعي لفريق الاتحاد المنستيري خلال اليومين اللي فاتوا عشان يتعرف بقى على اسلوب لعب المنافس وطريقه لعبه في حاله الهجوم والدفاع. ويمكن الاتحاد المنستيري عنده يعني مدرب جديد، ما تعرفش ممكن تكون طريقه لعبه مختلفه ولا لا، لانه لسه مستلم المهمه بقاله 3 ايام. ويمكن ده اللي مخلي بقى المدرب محتار شويه، لكن ما فيش شك ان هي في الاخر زي ما هو اتكلم اوسوريو هي 11 لاعب ضد 11 لاعب، هي مباراه كبيره، الزمالك بيمثل مصر في هذه البطوله، ما فيش شك ان الزمالك عنده دوافع كبيره جدا انه يقدم كرته الحلوه اللي تعود عنها جماهيره. كمان زي ما كان في تصريحات لاوسوريو زي ما احنا اتكلمنا في تصريحات ل طارق الجاني المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري عن مواجهه الزمالك، وكان ابرز تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراه. اللاعبين على اتم الاستعداد لمواجهه الزمالك، حيث ان الزمالك فريق عريق ويملك لاعبين اصحاب خبرات كبيره. وقال مدرب الاتحاد المنستيري: توليت المهمه منذ 3 ايام فقط من بدايه البطوله، لكني احد ابناء النادي ولست بعيد عن النادي اطلاقا. واضاف: نحترم اسم الزمالك وجماهيره الكبيرة، ولكن لدينا طموحات كبيرة وثقة عالية في تحقيق الانتصار والتأهل من المجموعة، ووصل حديثه: المهمة صعبة ونحن في مجموعة بها العديد من الخبرات، ولكن لدينا روح المجموعة وسوف نحاول ونقاتل للوصول لأبعد نقطة في البطولة، ونسعى لنكون الحصان الأسود في المجموعة وقادرين على تحقيق المفاجأة في البطولة العربية. طموحات وأحلام وأماني كل الفرق وكذلك المدربين المشاركين في هذه البطولة. كل التوفيق لممثل مصر في هذه البطولة نادي الزمالك أن يقدم عرض طيب واصل إلى قادم الأدوار.